فوالا السلام عليكم جماعه الخير، مرحبا بكم في الفيديو 186 فلاشين ديكرا فورماسيون. معكم شيخ بوعلام. نكملوا لي ريبونس تاعنا. كاين سؤال قريته هاد السمانه هاديه، كاين واحد راهو مع الله علم لجنه دينيه، هذوك راهم يخدموا، راهم يبنوا في جامع، ربي يعاونهم. قال لي بعث لي كيسيون، قال لي خويا قال لي رايحين نجيبوا 12 كليماتيزور، 12 كليماتيزور. كاين واحد نصحو الله اعلم على حسب لا كيسيون اللي قريتها، قال له لازم تجيب ان بوست ترانسفو، اذا نجيبو بوست دو ترانسفو ماهوش نجيبو كونتور. اذا قال لي واش رايك، بعث لي الميساج باريكري، انا اليوم حبيت ندير له فيديو باش نريبوندي. داكور، دونك جامع رانا نخدمو، هذه هي لا كيسيون، وقتاش نديرو كونتور تاع تريسيتي، وقتاش نلحقو البوان وين قال خويا كونتور ما يكفيش لازمنا نديرو بوست ترونسفو. هادي هي لا كيسيون اللي حبيت، يعني هذا اللي فهمتو من السؤال، وهذا الشيء اللي رايح نجاوب عليه في هاد السؤال هذا. داكور، شوف دوك انت داخل الجامع، اول حاجه لازم نديروها قبل ما نحكو لازم لي بوست ولازم لي كونتور ولازم لي كذا ولازم لي كذا، حاجه لازم نديرو ان بيلون دو بويسونس، لازم نديرو ان بيلون. داكور، كيفاش ندير البيلون يا خويا؟ انت عندك لي ريسيبتور، الصوالح اللي ياكلو تريسيتي، وشنو هما؟ عندك لي كليراج، عندك الا كاين لي كاميرا داخل واسمو الصوالح كاع اللي ياكلو هادو تريسيتي، تحسب شحال الكورون ماكس اللي راح يكونسوما. داكور، سي نورمال ماشي دوك نتايا دوك مثال راك في الدار تحسب مثال الكورون اللي كونسوميه فير اور باسي، ديجا هذا الفير اور باسي هذايا اللي باسي 4 امبير كاين يلحقوا حتى 6 امبير، هكذا تروح تحسب مثال الكورون اللي ياكلوا الريفريجيراتور اللي ياكلوا الكليماتيزور كلش، تلقى روحك الدور هذا في الدار، راك معايا؟ هذا في الدار تلقى روحك راك ديباسي 100 امبير، او 100 امبير وفايت سبحان الله، وحنايا الكونتور راه فيه 42، تفهم فيا؟ كاينه تاني هادي بالعاني درت هاد لي فوتو هادوما، باش كاين بزاف ناس ما يعرفش يدير ان بيلون دو بويسونس، ما يعرفش يدير ان بيلون دو بويسونس، بيسك راه نحكي واحد لو بوان تاع لي فاكتور، ما تروحش تقول لي دوك نتايا عندك مثلا ان طابلو، داير ديجا هنايا انا ما شفتوش جبت تصويره برك، هنايا راه دايرهم كاع بي بولار، نورمالمون يكونوا اني بولار بليس نوتخ، معليش قال اني بولار بليس نوتخ هذا 16 وهذا 16 هم 32 وزيدوا له 20 راك في 52 وزيد له 20 راك في 70 ولا طلعت هكذا، وكيفاش نديروا البرينسيبال نديروه 32؟ هذه بزاف ناس يسقسوا حكايه كيما هذه، انت الا درت هكذاك في دير ما سوناغاستو يخدم غير معاك، راك معايا؟ لازم كي نديرو ان بيلون دو بويسونس كاين دو فاكتور ندخلوهم في الحساب، زوج لي فاكتور نديروهم في الحساب. شنو هما؟ انت عندك كليماتيزور، عندك كليماتيزور لا كليم هذيك انت ماشي ما راحش تخدمها دائما 16، بدير تروح لا تمبيراتور ماكس تاعها دائما تروح 16، لا انت يا كي تشعل كليماتيزور تشعلو 20 25 22 هكذا، داخل الجامع كاين شيوخ اخر ما يحملوش البرد بزاف، راك معايا؟ ما مليك لي راج بالك تشعل في المغرب والعشاء، مي في الصباح ما تشعلش، وثاني عيد شعلت تشعل ما باش كيفاش يقولوا الجهه تشعلها جهه ما تشعلهاش هكذا، ما تشعلهاش كامل و ميم طون هكذا، في دير عندنا دو فاكتور اللي هي لو فاكتور ديوتيليزاسيون، الكليماتيزور ما نوتيليزيش دائما او ماكسيموم، هذا يقولوا له لو فاكتور يوتيليزاسيون، وعندنا لو فاكتور دو سيمولتانيتي، فاكتور دو سيمينتانيتي في دير الصوالح تاعك قاعدك، ما تقوليش نتايا راح تستعمل الفيرور وباسي و ميم طون راح تستعمل لي كليماتيزور وكلش وكلش راح يكون او ميم طون هكذا. دونك حنا لي ريسيبتور ديالنا كاملين نعرفوا شحال ابي بخي الكورون اللي راهم يكونسومو، ولازمنا نضربوهم في هاد لي فاكتور هادوما. كاين دي فورمول كاين كذا، ما نحبش ندخل انا في هذه الفورميل وكلش، بكل صراحه انا واحد ما نستعملش لي فورميل هذوك، باش نقعد انا بكالكيلاتريس نخدم نستعمل دي لوجيسيال هكذا، كاين دي لوجيسيال تقدر دير بهم ان بيلون دو بويسونس هكذا. صح كي تلحق يا خويا استعملت هذوك لي فاكتور عرفت شحال عندك كورون عرفت كذا عرفت كذا، معليش
لحقنا الطون باش انا 200 امبير سيتي هكذا لحقت 200 امبير يا خويا 200 امبير هنايا لازمني نغونفلي ثاني تغونفلي واحد 20% 25% علاش باسكو فوا با تلعب على ليميت هكذا تغونفلي قال اخويا تزيد لها 20% 25% حتى 30% ماشي مشكل هكذا شوف دوك 200 امبير زيد لها 20% ما باش وين تخرج 200 ما بينش واش هكذا تروح الجماعه تاع سونال غاز تقول لهم السلام عليكم يا خويا ولازم تاني لا ريجون لازم تفهموا سونال غاز لازم تفهموا لازم تقولوا واش ملحومه الفلانيه باسكو دوك انا راني نحكي الناس يسمعوني في اضرار يسمعوني في الجي يسمعوني في وهران يسمعوني هكذا لازم كي تروح لعندو السلام عليكم راني في البلاصه الفلانيه هانا نبنوا في جامع هاو درنا البيلون دو بيسوس هاو شحال نسحقوا كورو افتينا ها يا سيدي افتينا في هديه دوك ندو كونتور ولا ندو ترانسفو يقدر هو يوريونتيك هذه كي تتزاقع كاع هذا كي ولات تعيط فهمتني ما فهمتش ما فهمتش اسكو دير بوست ترانسفو سينو كي يكون عندك ليسي ميتال ولا يكون عندك جامع ولا يكون حاجه كيما هكذايا هنا لازم يكون كاين ان بيرو ديتود جينيرال وحنا في الجزائر البيرو ديتود اللي يدير الاركيتكتور يدير تاع الاركيتكت هو الاركيتكت هو اللي رايح الاركيتكت هو اللي يدير كامل ماشي الاركيتكت اللي بدات مي عنده دي انجينير تاع تريسيتي هو اللي يدير لك البيرون هدايا ويدير لك صوالحات نورمالمون حتى لهنايا مفهوم هكذا يدير باش انت تقيمي ما تحملش كامل المسؤوليه تقول لهم بوست ترانسفورم مثال من بعد ما يسحقوش ولا واش انا كش ما يقولوا لك ولا هذه هي دونك هاني وريت لك ان شاء الله اسكو تسحق بوست ترانسفو ولا لا قلت لك تفريها لك سونال غاز انت لازمك دير ان بيلون دو بيسونس وتدخل فيه لي فاكتور ديوتيليزاسيون او فاكتور دو سيميلتانيتي لي كيسيون باسكو هاد لا كيسيون بدات انا واحد والله العظيم ما باسكو قريتها هاد لا سيمان ودوكا كي جيت ندير الفيديو رحت نحوس حوست في الايميل ما صبتش لا كيسيون حوست ما على باليش ما وين قريتها هاد لا كيسيون هادي جماعه الخير الله يستركم ابعثوا لي كيسيون تاعكم تلقى في الجروب فيسبوك تاعنا الكتروتيكنيك فيدير انا ما نقدرش ريبوندي كاين جماعه الخير في 45000 كاين واحد يقدر يريبوندي يقدر كذا الا كانت اون كيسيون امبورطونط كيما هادي ولا نقدروا نديروا لها اون فيديو نسبليكوها ونقصروا عليها كلش وكل واحد يمد رايه واش نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم نتلاقاو في الفيديو الجاي لحبر ربي ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.